منذ إنشائها سنة 2016 من طرف تجاري وفا بنك، دار المقاول تواكب مجاناً حاملي المشاريع وأصحاب المقاولات الصغرى من خلال المنصة الإلكترونية دارالمقاول.com وشبكة من الوكالات المتخصصة. في إطار الجولة ديالنا عبر مختلف مراكز دار المقاول، حنا متواجدين مع مستشارات مركز دار المقاول بمدينة مراكش. دار المقاول كتوفر مجموعة من الخدمات مجانية مفتوحة للجميع سواء الزبناء أو غير الزبناء. المعلومة، النصح والإرشاد، مواكبة، تكوينات وربط العلاقات. عاونوني في بزاف ديال الحوايج بالنسبه لما كانش عندي درايه، وعاونوني كذلك في النسبه ديال التطور ديال المشروع ديالي. تطورات تكوينيه تنحضروا لهم تقريبا كل نهار من 3 حتى ل 4، يعني على مده الاسبوع. فقط من التليفون ديال تدخل لابليكاسيون، تدخل دي فورماسيون كاين في يوتيوب، تدخل دي فورماسيون في ديال دار المقاول تستافد. نقول للناس اللي ما تعرفوش على دار المقاول يجي دار المقاول راه غيستافد من تكوين، من معرفه ديال الناس اخرين. تكوين، نصح، ربط علاقات الاعمال من خلال خدمات دار المقاول. يؤكد التجاري وفا بنك التزامه تجاه المقاولات الصغرى، تشجيع رياده الاعمال والادماج الاقتصادي. التجاري وفا بنك، فيكم واثقون.